في أول اختبار ودي لهم بعيدا عن ملعب العربيشي هبت نقل براعي مترجي نحو الشقفة لمواجهة المولودية المحلية. مواليد 2010-2011 قدموا مباراة في المستوى وانهزموا في آخر الدقائق 4-3. تداول على توقيعها بن حمد غلاء مسكين أنيس وأبو صباحي تم البراعي من الاستحسان مدرب مولودية بلدية الشقفة بعدما كانوا ندا قويا لفريقه رغم فارق التأطير. المباراة الثانية خصصت لفئة 2014-2015. البراعم دخلوا بشكل سيء وتلقوا ثلاثية كاملة في ظرف 5 دقائق، لكنهم سرعان ما نظموا صفوفهم وقلصوا الفارق على فترات بفضل بصبع أيوب والمتألق شلغوم نوفل صاحب الهاتريك، لينتهي الشوط الأول بسداسية مقابل 4. النصف الثاني شهد انهيارا كبيرا لبراعم ترجينا في غياب البدائل ليوسع أصحاب الأرض الفارقة أكثر فأكثر. مباريات للاحتكاك وتجربة جيدة للبراعم الذين افترقوا على هذه الصور الجميلة في انتظار الإياب هنا بملعب العرب شهاب. قرايه تاعكم تكونوا ناجحين. قالت حاجه البالون تجي حاجه نشكل عندكم ما كاينش. شكرا بارك الله فيك.